سنتعرف وإياكم على آليات منح القروض المصرفية في العراق ونسب الإقبال عليها وأسباب رواجها. فإن كنت تريد معرفة كيف يصل مبلغ السلف المالية من المصرفي إلى يد المقترض، إليك هذه المعلومات في سطور معدودات. ما أن يعلن هذا المصرف أو ذاك عن فتح باب القروض والسلف للمواطنين حتى ينهال عليه سيل من الطلبات الإلكترونية. وليس هذا فحسب، بل تجد طوابير المقدمين تمتد لأمتار وأمتار أمام بوابات المصارف الحكومية والأهلية. فما هو السر وراء هذا الرواج الشعبي للسلف المصرفية؟ لا يختلف اثنان على أن الوضع الاقتصادي المأزوم هو العامل الرئيس الذي يدفع المواطن نحو متاهة السلف. فمن يبحث عن زواج أو بناء قطعة أرض أو شراء منزل سيجد ضالته في القروض المصرفية، لا سيما مع تزايد نسب الفقر والبطالة. لكن ما هي النتائج المترتبة على المقترض؟ هل تعلم عزيزي المواطن أن نسب الفوائد على ما يمنح لك من القروض تقارب الخيال في أغلب الأحيان بحسب خبراء الاقتصاد الذين يرون أن العراق يفتقر إلى سياسة اقتراض واضحة جعلت المصارف ترفع سقف فوائدها إلى أرقام فاحشة تبدأ من 5%، وهو رقم يظن البعض أنه معقول، لكنها تتجاوز أحياناً 10% وربما 15% في بعض المصارف الأهلية. أما المبالغ التي ترصد للقرض الواحد فإنها تبدأ من 5 ملايين وتصل إلى 100 مليون دينار للقروض العادية و300 مليون دينار لقروض المشاريع الكبيرة. غير أن مبلغ القرض هذا كلما ارتفع ارتفعت معه الفوائد الخيالية التي تستنزف جيب المواطن، رغم أنها تعد حلاً آمناً لضائقته المالية. وليس هذا فحسب، بل أن القروض المصرفية غالباً ما يرافقها شروط يصفها البعض بالتعجيزية تتراوح بين كفالة ضامنة قد تشمل كفيلاً أو كفيلين أو تقديم سند ملكية أرض أو تقديم جدوى مشروع اقتصادي وغيرها من الشروط التي يصعب توفرها لدى شريحة الشباب البسيط. أضف عزيزي المشاهد إلى هذه الشروط التي تؤرق المقترضين رسوم التقديم على القرض والتي تتراوح بين 150 ألفاً و 300 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن مبلغ السلف ذاته تستقطع منه الأرباح مقدماً والضريبة ومصاريف أخرى. وفي حال عدول المقترض عن سحب القرض فإنه قد يدفع غرامة تصل إلى 350 ألف دينار. إذن عزيزي المشاهد، بعد كل هذه المعلومات هل لازلت تود الحصول على سلف مصرفية؟ نترك لك الإجابة لتحددها بحسب احتياجاتك وأوضاعك المعيشية.